كانت في المستوى حضرنا في أعطيناها قيمة كبيرة نظرا لتداعيات النتيجة بعد المباراة. أظن في المستوى سيطرنا يظلي على كل مراحل المباراة، حتى ولو كان يعني في كرة قدم تصدي الحارس الممتاز لفريقنا، يعني لولا هذا التصدي كان ممكن تكون مباراة أخرى لو سجل الفتح هذا الهدف. لكن في العموم مباراة ممتازة، إن شاء الله في الفترة الجاية نزيدوا نصلحوا يعني من النواقص اللي عندنا ونزيدوا نطوروا من مستوى الفريق بتاعنا. مشكورين الأولاد الحقيقة، حب الفريق، إحساس بالمسؤولية، أجواء عائلية، يعطيهم الصحة الأولاد ما قصروش. هذا هو قال شيء إن شاء الله. إن شاء الله جسبيح كي لقي تبليزير أوكي قاعد نصمات، إن شاء الله كانت متاع اليوم الكورة. فهو إنسان الحقيقة، لا ما كاينش ضغط، إحنا ما بصراحة الضغط هو موجود، لكن أول شيء متعة. إحنا علاش كان نعملوا نتائج؟ لأنه الأولاد نحبوا نلعبوا كورة، نمتعوا جماهير، نلعب كورة الانتصار هذا شيء، نلعبوا نمتعوا الناس في حقهم. الجماهير عندها الحق علينا كي تجي تتفرج في المباراة دافعة فلوس وتضحية باش تتمتع بالكورة، ليس فقط ثلاثة نقاط. فاحنا هذا وفكرنا وفكر الانسجام في الافكار بينه وبين اللاعبين، نحاولوا نلعبوا كوره. صحيح اليوم كانت عندنا شويه صعوبات في خصوصا الشوط الاول من ناحيه جماليه اللعب، لانه الفريق الفتح كان يعني دارسنا وسكر كل منافذ اللعب. كانت عندنا يعني بعض الصعوبات، لكن هذا عادي، ربما تجي الاهداف. يعني خلينا نحلوا شويه الفريق المنافس ولقينا اللعب ديالنا كما تقول.